هنبدأ بأول حاجة السمان المشوي، مقاديره على الشاشة. معانا بصل مبشور، طماطم مبشورة اهم، دي تتبيلة السمان، ده اللي هو بقى الايه الباشا بتاعنا اللي على السفرة، هو الكفتة. بصلة مبشورة وتوم وسوري وطماطم مبشورة، فص توم مفروم ناعم عشان اخد الطعم بتاعه. حلو قوي زي الفل. هاخد البصل والتوم واحط عليهم يا عم المغازي شوية زيت زيتون وملح وفلفل. السمان مش عايز توابل كتيرة وبشرة جوزة الطيب، انا بحب الحمام دايما بجوزة الطيب والسمان بجوزة الطيب. ده زيت زيتون ومعانا الملح والفلفل بتاعنا بالشكل ده كده بس خلاص، وهنتبله يا عم الشيف، نقلبه بالمعلقه كده. طعمنا حلو، ملح وفلفل بصل طماطم. انا مسميها التتبيله الخماسيه، بس انا عايز بس التفاصيل بتاعه تتبيله السمان، لان اللي هيطبع السمان هيطبع الحمام، ممكن يطبع على فراخ مشويه، فدي يعني نقطه من اول السطر. اللي عايز يعمل فراخ مشويه وعايز يعمل حمام مشوي بالتتبيله ديت كده علشان تقعد في التلاجة ساعتين ثلاثه اربعه، يوم عظم السمان ضعيف انتوا عارفين، والحمام يشرب من التتبيله ديت، تقوم تشويها تاكليها كلها تفصفصيها كده بالف هنا وشفا. شفت السمان، ياخد التتبيله دي كده وحطهم في قلب التلاجه، يعني ما تشويهوش دلوقتي، عشان كده انا بدات بيه في التتبيله دي كده واحطه في التلاجه. زي الفل. اقول تاني انا تبلت السمان ازاي مع حضراتكم، اشيل ده من هنا زي الفل كده. حطيت بصل مبشور بالميه بتاعته وعصير وطماطم مبشوره وزيت زيتون وملح وفلفل وتوم، دول خمسه عدهم على صوابع ايدك. وبعدين انا حطيت في الاخر معلقه دبس الرمان، لقيته جنبي مش موجود، دي حسب الرغبه، لو عايزه تروحي مكان تاني وحته تانيه دبس الرمان بيوديكي في مكان تاني، مش عايزاه مفيش مشكله، اللي مش حابه يعني عشان ما يبقاش هو العقبه قدامنا. ونستبلناه وخليناه بالشكل ده كده ساعتين زمن قبل المغرب بنص ساعه، ترميهم على جريلا سخنه على طاسه سخنه، حصرصهم في صينيه ودخلهم الفرن حسب الرغبه. ولكن الافضل يا عم المغازي تكون عندك جريلا من المصروف، بتحوشي كل يوم 10 جنيه 20 جنيه اخر الشهر، تجيبي حاجه حلوه كده في البيت تفاجئ جوزك بطبق جديد معمول على جريلا حلوه، في مثلا في جهاز حلو بالاجهزه اللي بتيجي يعملوا اعلان عنها. الحاجات دي مطلوبه يعني، لان تطوير وثقافه المطبخ دلوقتي والعالم كله مهتم بثقافه المطبخ وثقافه الطهي والحاجات اللي بيطلعوها. حلو الكلام. اول حاجه احطها على النار السمان بتاعنا، هنشويه مع بعض في الطاسه السخنه دي كده اللهم صل على النبي. يطلع من الثلاجه، تبلتيه من بالليل تبلتيه من الصبح زي ما انت حابه، اللهم صل على النبي. ادي السمان في قلب الطاسه، الله. زي الفل. حلو. سؤال جالنا من على السوشيال ميديا دلوقتي، الشوي على الجريلا بيختلف في الطعم غير لما انا اشوي في الفرن؟ طبعا الجريل بيعمل حاجة اسمها صدمة نارية وبيعمل احتباس للسائل اللي موجود في حتة اللحمة أو في الفراخ اللي بتشويها أو في الجمبري اللي بتشويه. إنما لو أنا حطيتها في الفرن مباشرة بتفقد جزء من السوائل بتاعتها. كده السمان على النار. حلو قوي. ما تطلعوني فاصل عشان أقلب ولا تقلب السمان وأنت طالع فاصل زي ما تحب، زي ما تحب. جيب السمان. جيب السمان. إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة ده؟ السمان. سمان مشوي على النار ونقلب الكفته. السمان عايش شويه، معانا وقت قد ايه يا استاذتنا؟ 6 دقايق بس. انا هدلع السمان كده، عندي زبده ادلع الدنيا، اخد مكعب زبده كده بحطه على السمنايه من فوق يقوم يسيح يديها شخصيه. لان السمانه ضعيفه شويه في الدهون. واسيب اقفل الفرن بتاعي ونتفرج عليها بعد شويه. انا معايا عيش كده صاج احطه تحت السمان عشان لازم اقدم السمان دلوقتي، مخرجنا عايز يشوفه. هو انا مخلص وزي الفل. اخبار السمان اهي تاكليها من كلها اهي. السمنايه اهي، بص دايبه دوب دايبه دوب اهي. اللهم صل على النبي. سمان مشوي اهو.
اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. آه آه دنيا صيام يا استاذ رحاب، بس بتعذبيني ليه؟ شو لا 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 لا، جيب التفاصيل، انا وين السر في التفاصيل؟ الفخد بتاع السمنايه طالع ولا فخد الديك الرومي؟ عايز اسيبها. ايه ده؟ ايه ده؟ دايبه دوب، دايبه دوب. حلو. زي الفل، دابت واستوت بسرعه. زي الفل الحمد لله. هنحطه هنا السفره بتاعتي، واشيل الجوس الحلو ده كده، ده لازم ينزل على وش السمان، بس عشان ما ينزلش على وش السمان مباشره. هاتي لقمه كده حطيها، اللي انا بعمله ده كده اهو. اللهم صل على النبي. العيش ده حلو جدا، خليه دايما في مطبخك، وتحطيه هنا كده وغرقي اللقمه دي من الصلصه ديت. يا ويلي يا شيف، يا ويلي يا شيف. هو ده الشغل. ده السمان المشوي على الجريل، نزل الجوس بتاعه. بألف هنا وشفا للي ياكل.